كذلك تواصل السفارة الجزائرية في بكين تحضيراتها تحسبا لفتح مكتب للاقتراع في بكين اعتبارا من الخميس المقبل، وقصد متابعة مجريات الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الجزائرية في العاصمة الصينية. تلتحق بنا من بكين مفادة الجزائر الدولية فاطمة الزهراء فرجاني. فاطمة، كيف تبدو التحضيرات هناك؟ نعم، نحن هنا في العاصمة الصينية بكين، تحديدا في السفارة الجزائرية التي بدأت تحضيراتها اللوجستية لافتتاح مكتب الاقتراع الوحيد من أجل استقبال الناخبين من الجالية الجزائرية للإدلاء بأصواتهم انطلاقا من الخامس إلى السابع من شهر سبتمبر. وتتوقع السفارة إقبالا كبيرا للناخبين الجزائريين الذين يبلغ عدد المسجلين منهم 400 جزائري يستوفي الشروط حسب إحصائيات حديثة، وسنوافيكم بتفاصيل أخرى ابتداء من التحضيرات والاستعدادات للعملية الانتخابية إلى غاية يوم الاقتراع في الخامس من شهر سبتمبر. شكرا لك فاطمة زهراء فرجاني مفادة قناة الجزائر.